السلام عليكم، كيف حالك؟ عطنا لايك واشتراك والله يعطيك الف عافية. اليوم راح اشرح لك شلون تجيب الجهاز اللطيف الخفيف اللي هو يجمع لك الموارد بنفس الوقت يفيدك. يعني على سبيل المثال، لو فيه احجار هنا ترمي الجهاز يجمع لك الاحجار، لو فيه زهور ترمي الجهاز يجمع لك الزهور. اول شيء تدخل على الشخصية وتشوف هو عندك الجهاز ولا لا، هو يكون في رقم واحد. لو نزلت تحت اخر شيء ننزل، هذا هو يجيك نوعين. النوع هذا فيه كلمة دمج زي ما تشوف هنا، أنت تستخدم اللي فيه كلمة هيل. شوف الكلمة هذه، هذا الجهاز المطلوب، لأنك لو استخدمت هذا ما راح يجمع لك شيء، لكن بيدمج بس. راح نستخدمه زي ما تشوفون، لفلة واحد وكل شيء. أتوقع لو طورت لفلة راح يهيلك أكثر، يجمع لك أسرع. أتوقع أنها كذا. مثل ما تشوفون مثلا النبتة اللي عندي، أرمي الجهاز على طول يروح يجمع لي مثل ما تشوف على طول. خلينا نروح عند مكان ثاني. شوف المكان هذا، المكان هذا فيه نبتتين زي ما تشوف. ارمي الجهاز خلاص، هو بياخذ الاولى وبيروح للثانيه تلقائي، وبياخذ الثانيه، ممكن يروح للثالثه اللي فوق. ايه راح للثالثه اللي فوق. يلا يلا ما شاء الله عليه، شغيل يحب الشغل. كويس كويس. الطريقة الثانية الحين مثل ما تشوف، لو انك داخل قتال ترمي الجهاز، شوف الهيل حقي يفتح لك دائرة ويهيلك 200 200 200، ممكن يهيلك اكثر لو رفعت اللفل حقه زي ما تشوف، يهيلك على 200 200. الحين راح نشرح شلون تحصل اللي هو الجهاز هذا او اللي يكون لطيف الجميل. تضغط على العلامة اللي فوق، تدخل على الداتا بنك، تنزل هنا. بعد ما تدخل زي ما تشوف، كل اللي عليك انك تنزل تحت، تنزل تحت، تنزل 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 بعد لين تحصل فوق. معليش انا تعديته. هذا هو زي ما تشوف، هذا هو، هذا اسمه موجود هنا عند النبتة البنفسجية تلقاه هنا. هذا هو. بعدها تضغط على الكلمة هذه بيوجهك على المكان، وتضغط على هذه بعد بيحط لك أقرب مكان فيه الروبوت. هذا هو موجود هنا. خلينا نروح للمكان ونشوف إيش راح يصير. شوف هو بتلقاه، تلقاه هنا. هذا هو زي ما تشوف. كل اللي عليك إنك تكسره وراح يطيح لك إيكو وتاخذه وخلاص، يكون معك بشكل رسمي. بس هذا مقطع اليوم، عطنا لايك واشتراك للمزيد من وذنك ويفز. أهم شيء عطنا اللايك عشان الفيديو يوصل للناس أكثر. تابعنا على حساباتي، راح تلقى كل شيء في أول تعليق. شكرا لك ومع السلامة.